عليك. ايش فيك؟ خير؟ كابوس؟ انا راح افقد ابني. اعوذ بالله، وش ذا الكلام يا شهد؟ هذا كابوس بنت الحلال. لا، هذا مو بس كابوس، هذا إشارة اللي راح أشوفها. إيه، هذا اللي بيصير معنا. أنا راح أفقد ابني، واحد منا راح يخسر الثاني، يا أنا يا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.